ناكل عيش يا باشا، ما فيهاش حاجه. ما تاكلش عيش ايه ايه؟ مش قلت لك ما تجيش هنا بعزك كده تاكل بعزك بس ايه؟ مش قلت لك ما تجيش هنا قبل كده؟ باكل عيش. باكل عيش. أربعة بعشرة يا بنتي، اصحى يا بيه، متخافيش يا عم اللي يتقلب ده أكل عيشنا دوت، ربنا هيسترها معانا. تعالى أربعة بعشرة. أربعة بعشرة يا بيه، يا رب ارزقنا يا رب. اللهم آمين يا رب، يا رب ارزقنا يا رب. هنقف في المكان ده جاهز لنا رزق فيه. طب عني صوتك هنا الناس. أربعة بعشرة يا تين، هم سهل الحال يا رب. خلي بالك اللي يقعد شقى ناس والنبي. رصي معايا بس احنا نظبط الفرشه. ايوه كرمنا يا رب. مسهل حالي يا مسهل حالي يا رب. عايزه 3 بخمسة. حاجه انت جاي لنا على خساره يعني يا حاجه؟ ليه خساره؟ ايه ده صغير يا اديها صح. ما طول النهار بنلفوا على رجلينا. ربنا يوسع عليك يا رب. صاحبه عيال دي ده 2 يا سمر. 3 ماشي نمكوا بقى. اول مره يطلع لحد. ربنا يوسع عليك يا رب. وانت وشك سمع الصوت. مسهل حالي يا رب. أربعة عشرة يا تين. صالح عليكم السلام يا مسهل. أربعة عشرة؟ طب ماشي يا عبد الأربعة. طيب مسهل الحال يا رب. شوف شايف الناس الحلوة مش هي بتقول لك 3 بخمسة؟ ماشي المركب اللي ما فيهاش لله بتغرق. أربعة والشباب ماشي يا حبيبي. أربعة عشرة يا تين. اتنين ونص يا حبيبتي. عايزة ايه يا حبيبتي؟ ماما انا معيش فلوس بس انا نفسي كتير. حول الله يا ربي. هو اليوم قطع لها واحدة يا عم مش مشكلة، قطع لها زي بنتنا مش مشكلة. اتنين يا حبيبتي دعينا. يلا يا حبيبتي دعينا. يلا يلا شكر الله يا حبيبتي. كله عند ربنا. عند ربنا. ربنا هيرزقنا ان شاء الله. السلام عليكم معلم. عليكم السلام. كام اتنين يا ريس؟ 4 ب 10. طب اعمل ايه يا بابا؟ 4 ب 10 يا تيس يا مسهل حال يا رب. هات يا عم 10 جنيه. اه ماشي. 4 ب 10 يا تين. مسهل الحال يا رب. نبي ادعي لنا كده ربنا يسهل لنا الحال. ربنا يسهل في الحال يا رب. الله يوسع عليك. الله يوسع عليك. الله يوسع عليك يا رب. انتوا على طول في الشارع ده؟ اه والله من صحيح احنا بنلفوا على رجلينا. الله يوفقك يا معلم وانت في الصحة. يا رب يا رب. انت يا ريس. 4 ب 10 يا تين. يا عم اديني ايه وبتاع ايه رد عليا. قول يابا. انت معلم حط يدوبك قدام ماتش الغسيل ولا ايه؟ باكل عيش يا باشا ما فيهاش حاجه. ما تاكلش عيش. ايه اللي مش قلت لك ما تجيش هنا بعزك كده تاكل بعزك بس؟ في ايه؟ مش قلت لك ما تجيش هنا قبل كده؟ باكل عيش. يا عم باكل عيش. ايه اللي انت عملته ده قبل كده يا عم؟ يا باشا انا بقول له هو ما يجيش هنا. هتحاسبنا عليهم. يلا بس هتحاسبنا عليهم. ناكل عيش ولا ناكل بس؟ قاعد فلوسي. قاعد الفلوس اللي انت فيه ده يا باشا. اسمعني بس انا قلت لك لا حول ولا قوة الا بالله. يعني اللي بيفتري الناس ربنا، اللي بيفتري على الناس بيفتري على ربنا. يا اخي عند ربنا يا سمر. اخذ الراجل على بابا ومراته في يا استاذ مش صح. طيب محروق يا اخي حرام عليك فلوسي دي كلها. معلش اللي عملته عليه ده اكل عيش وراس ماله يا عم. تعملهم كام وانا اشتريهم منك يا عم؟ مش عايز حاجه كفايه اللي انت عديته له. راس ماله ده ربنا منك لله. معلش سامحني يا عم انا اسف. معلش يا سامحك ايه يا اخي انا منك لله. كل ظالم انت جيلك من عند ربنا. معلش يا سامبو في ربنا. ربنا كبير. 1000 جنيه. معلش عند ربنا هيكرمنا ان شاء الله. الراجل بيعيش وهو مراته يلم معانا جلد يا عم. لم روح يا شيخ روح. في ربنا منتقم جبار. لا حول ولا قوه الا بالله. سماع الارض. ربنا يبارك لك يا اخويا ويديك الصحه. يوسع عليك.
يا عم الشغل كله باظ مني. تقدير لصاحب الحاجه دي عشان انت عايز حبيبي. اللي انت عايزه حبيبي اللي انت عايزه يا رب. عايزه حبيبي مش عارف اخد الشغل كده يا رب. هنساعده معلش يابا معلش معلش. عارف لو بيكون حرام اقسم بالله كنت ضربته بالسكينه. لا يا عيال عايز اربيهم. هتودي نفسك في داهيه يا عيال. تودي نفسك في داهيه ليه؟ انت راجل بتاكل عيش يا ربنا. انت راجل بتاكل عيش يا ربنا. الشارع كده اضربه بالعلم. انت ربنا مش هيزعلك والله. انت راجل على باب الله انت ومراتك. الشغل كله باظ. الشغل كله باظ يا عم. معلش 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 ربنا مش هيزعلك. معلش ربنا ربنا كريم. الله يوصلك يا استاذ. انت خسرت قد ايه في البتوع دول؟ انت انت الراجل الحاجات دي بكام يا حاج؟ انا كده في 100 جنيه خساره هخصمها مني يا صاحب الشغل. 100 جنيه؟ 100 جنيه اه. الله يوصلك يا استاذ. يا باشا 200 جنيه انت بتتباعها بالفلوس من الاول. مش بتعمل كده ليه؟ الراجل سبب خساره. طب وليه من الاول طيب؟ معلش دي نعمه ربنا اللي انت علبتها في الارض. استنى بس يمكن كرم ربنا اللي حصل كده عشان خاطر تبقى انت بعت حاجتك وخلاص. ولا لا ده يا باشا. معلش نسامحوه. شوف انت ايه اللي رضيك وانا اعمله لك يا عم. سيبنا اكل عيش بس حتى لو وقفت هنا بالله عليك ما فيهاش حاجه لما اوقف خمس دقايق بس اكل عيش. انت تعرف انا ايه اللي عندي؟ انا ما اعرفش اللي عندك بس انا والدتي تعبانه جوه ما ينفعش الصوت. معلش بس هو اللي بياكل عيش برضه حتى يعني انت ممكن كنت بالراحه انت ممكن تطلع على صوتي تين والحاجه نفسها في التين. انت بتقول تعبانه نفسها في التين تاكل تين. هي مش بتاكل التين اصلا. ماشي الحمد لله ان حصل خير. بص يا معلمي ربنا يعزك. الحمد لله الحمد لله ان حصل خير. وده كل عيش وربنا مش هيزعلك يا عم. ماشي انت ربنا عمل كده عشان خاطر تسترزق وخلاص. والله العظيم ما شفت اجدع منك. انت راجل جدع جوا. الله يوسع عليك. والله العظيم راجل جدع. الله يسهل لك الحال يا حبيبي يا رب. الله يسهل لكم الحياه. شكرا على الجردل. يلا بينا بنت الناس. يلا بينا. حاجتك انت تنفيذ الحاجه بتاعتك. خلاص يا حبيبي اخدتها خلاص مش خلاص خلاص والله. لا والله. خلاص لا. حط له بالزياده سمت. خلاص يا عم. الف خير. بص روح توكل على الله. جاتني 200 جنيه انت واقف وانت اديتني 100 في الاول 300 جنيه الحمد لله. الله يوسع عليك. الله يسهل لكم الحال يا حبيبي. الله يسهل لكم الحياه. يلا بينا بنت الناس. استنى طب والقفص ده استنى. يلا بينا. نادي بقى انت عشان خلاص. اربعه ب 10 كيل. اربعه ب 10 كيل.